لم يعلم قارون أن بطاقة السحب الآلي التي في جيوبنا تغني عن مفاتيحه التي يعجز عن حملها أشد الرجال. ولم يعلم كسرى فارس أن الأريكة الموجودة في صالات بيوتنا أكثر راحة من عرشه. وقيصر الذي كان عبيده يحركون الهواء من فوق رأسه بريش النعم لم يرى المكيفات التي نمتلكها في كل غرف منازلنا. وهرقل الذي كان يشرب الماء من إناء فخار ويحسده من حوله على برودة الماء الذي يشربه لم يشرب من برادة الماء الموجودة لدى كل منا. ورحلة الحج التي كانت تمكث بالأشهر على ظهور الإبل ليست أبدا كرحلة حجنا التي تحتاج ساعة أو أكثر في طائرات مكيفة. في الواقع نحن نعيش حياة لم يعشها الملوك بل لم يحلم بها، ومع ذلك كثير منا لا زال يندب حظه، وكلما اتسعت العين ضاق الصدر. اللهم لك الحمد على نعمك التي أنعمت بها علينا في ديننا ودنيانا، لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، اللهم فارزقنا شكرها قولا وعملا، وأغدق علينا من فيض كرمك وفضلك وجودك يا كريم. تأملوها معي لنحيي بها القناعة والرضا في نفوسنا.